دي طالما الوكيل علاقته برئيس النادي ممكن يجيب الكابتن بشير ممكن يجيب الكابتن ابو ريف. فبالتالي بتتكلم على الوكلاء ليهم دور لهم علاقات قويه جدا مع الانديه. ولكن انا وجهه نظري صلاح كان المفروض ياخد خطوه الانتقال دي الى ريال مدريد او فرقه من الفرق اللي هي عندها باور كبير على مستوى العالم في التاثير داخل الفيفا من سنه او سنتين. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان صلاح اذا فكر يروح باريس سان جيرمان وجهه نظري القيمة هتقل، الصيت هيقل، الشو هيقل. ليه؟ لأن قيمة والفاليو بتاع الدوري الفرنسي مهما كان حتى لو باريس سان جيرمان ده أغنى دوري في العالم قوي، ولكن ليفربول في البريمير ليج شو تاني، شكل تاني، منظر تاني. في ضغط كبير جدا من كل الصحف الإنجليزية في الوقت الحالي على صلاح، ولكن برضو هرجع أقول لك لو وكيله قوي زي ما في الصن وفي الميرور هتلاقي 3 مليار مجلة وتي في وحاجات كتيرة جدا ترد على الناس دي عشان ده الفاليو، عشان ده الاسم، عشان القيمة الكبيرة جدا. ولكن أنا للأسف إن صلاح شغال لوحده. صلاح أصبح دولة، ودولة تحتاج رئيس وزراء، والوزراء بيحتاجوا وزراء معاهم. إنما صلاح شغال مع المنتخب لوحده، شغال مع نفسه لوحده، شغال في البريمير ليج لوحده، شغال على الإعلام كله لوحده. لا لازم، لا بس هو معتمد على وكيله من الالف للياء. ما هي لوحده برضه، انا قصدي يعني طيب انما انا عشان صلاح ده يعني واحد، يعني زي ما قلت لك من البدايه انا اتمنى ان احنا وصلنا لمرحله العالميه بلعيب موجود في العالم في الوقت الحالي ان احنا نبني عليه نبني عليه بجد لمصلحه الكره. طب هل المشكله دي مشكله صلاح؟ انا كنت سامع مره الوزير الوزير بتاعنا قال لك هعمل مشروع الالف لعيب. أنا ما شفتش ال 1000 لعيب ولا شفت الوزير حتى تاني من بعد التصريح ده. وكأن الوزير مش موجود، طلع المشروع 1000 لعيب وبعد كده قعد في البيت ما عملش أي حاجة خالص. يعني فين ال 1000 لعيب؟ تجيب صلاح. فسره، فصصه. شوف وصل المرحلة دي إزاي. عاملين نتكلم على ميندي، إدوارد ميندي، حارس تشيلسي والمعاناة اللي كان بيعانيها، أفضل حارس في العالم. إحنا بنتكلم عليه. طب بنتكلم على صلاح اللي من نجريج اللي كان بيعمل 7 8 ساعات 10 ساعات في اليوم. اتوبيس وميكروباص وي والناس دي جربت وشافت المأساة وشافت المعاناة. وفي الآخر بنتكلم على مين ده، ما بنتكلمش على صلاح. هي دي الفكرة بس، إن احنا لازم نشتغل على صلاح دولي. تمام. بس. طب يستمر ولا ينتقل لنادي آخر؟ إذا كان العرض مناسب لليفربول يستمر. يستمر. إذا كان في عرض في ريال مدريد ومع كيليان امبابي زمالك كابتن إبراهيم، إن كيليان السنة الجاية ممكن يكون هو أفضل لاعب في العالم، لأن الريال قوة شرسة. خد بالك. لو ما كانش كمان هيكون كريم بنزيما، لان بدا الضغط على العالم كله في الوقت الحالي ان كريم بنزيما هيكون هو افضل لاعب في العالم. تمام. افتكر الريال.